السلام عليكم. برغم ظروف الحرب وتبعاتها وما يعيشه الشعب اليمني من تدهور وتراجع في مختلف المجالات بسبب الانقلاب، ثمة من يحقق إنجازات ويحصد ألقابا إقليمية ودولية متجاوزا التحديات الناتجة عن الأزمة والحرب. براءات اختراع وجوائز دولية وشهادات إشادة وتقدير شكلت حضورا لليمن في المحافل الدولية وعكست قدرة الشاب اليمني على تحقيق الإنجازات والمنافسة في مختلف المجالات. قبل أيام احتفل العالم بيوم الشباب العالمي، وهي فرصة للتوقف عند نجاحات حققها شباب اليمن في مجالات مختلفة. في حلقة اليوم نناقش النجاحات التي حققها أبناء اليمن رغم ما يعيشه وطنهم من ظروف صعبة، ونناقش التحديات التي يواجهونها والقيمة المعنوية لهذه النجاحات التي ترفع من منسوب التفاؤل وتعطي دفعة من الأمل. كذلك نناقش واجب الحكومة تجاه المبدعين والمتفوقين في مختلف المجالات. قبل النقاش في هذه الحلقة من بين قوسين، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من الدوحة طارق حسان ممثل حركة الشباب العربي للمناخ في اليمن، وعبر الهاتف من القاهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي، وعبر الهاتف من اسطنبول الفائزة بجائزة الشجاعة الصحفية لعام 2017 هديلة اليماني مراسلة قناة الجزيرة، ومن صنعاء سيكون معنا محمد محسن شدان مدرب المنتخب الوطني للفروسية. تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ طارق حسان ممثل حركة الشباب العربي للمناخ في اليمن. مرحبا بك أستاذ طارق. أهلا وسهلا بكم وبضيوفك الكرام ومشاهدين قناة بلقيس. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق. في البداية، قبل أيام أو يومين احتفل العالم بيوم الشباب العالمي، برأيك كيف مرت هذه المناسبة على الشاب اليمني بمختلف المجالات من إنجازات حققوها من مآسي تحملوها؟ تفضل. في البداية دعني أحيي الشباب اليمني صراحة في كل اليوم داخلة اليمن أو خارج اليمن. صراحة اللي داخلة اليمن رغم ظروف الحرب إلا أنهم عملوا الكثير وحققوا الكثير، يعني من خلال المؤسسات والمبادرات التي ينضمون إليها، وربما تكون أحيانا أعمال فردية. بالنسبة للشباب اللي خارج الوطن فهم فعلا نواة اليمن، وأعتقد أنه قناة بلقيس استضافت أكثر من الشباب اليمنيين المبدعين في شتى المجالات، سواء في السوشيال ميديا، سواء في الإعلام، سواء في الدراسة، سواء في عدة مجالات. اليوم العالمي للشباب في اليمن كنا نتمنى أن نحتفل فيه ونحن في الوطن، ونتمنى أن نحتفل فيه ونحن في سلام واليمن في سلام بعيدا عن هذه الصراعات التي تمر فيه، لكنه بالفعل مرة. وهناك العديد من الاحتفالات التي لاحظتها في تعز وفي صنعاء وفي عدن وفي بقية المحافظات اليمنية، والذين هم عملوا بعضهم ندوات من أجل السلام، أو شباب من أجل السلام، ومنهم من عمل شباب ضد الكوليرا، ومنهم من عمل العديد من المبادرات التي مرت على الشباب اليمني. دعني أقول لك أن الشباب اليمني رغم الحروب إلا أنه قادر أن يصنع السلام بنفسه، لكن هناك من قوى أكبر من حجم هذا الشاب اليمني، لكن نسأل الله أن يوفق هذا الشاب اليمني رغم هذه المعاناة. نعم أستاذ طارق، هل يمكن أيضا للشباب في ظل الأزمة الحالية في ظل الحرب فعلا أن يصنعوا فارق في تحقيق السلام، في إنهاء هذه الأزمة، في إنهاء الحرب، أم ربما أصبح الشباب في اليمن عديمي الحيلة وربما يتحركوا في المساحة التي متاحة لهم فقط في تحقيق إنجازات فردية أو ما شابه ذلك؟ الإشكالية في الشباب اليمني إنه إن لم يكن ينتمي إلى حزب معين فهو قد يكون ربما محصور في 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 عمله الوحدي. لكن أنا أرى إنه من خلال المبادرات الشبابية ومن خلال المنظمات والمؤسسات المحلية التي نشأت مؤخرا أثناء الحرب، التي كانت لها دور بمثابة إنه الشباب على الأقل يعمل على توعية المحيط الذي حوله عن السلام، وأن يبعد الناس أو الأطفال من الذهاب إلى الحروب تبع أي طرف كان. الشاب اليمني رغم كل الظروف، انا 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 اثق بهذا الشيء، انه قادر ان يصنع السلام حوله وحول المجتمع الذي يحيط به، رغم شحة الظروف، رغم شحة الامكانيات، رغم شحة الدعم، سواء من طرف النزاع في صنعاء او طرف النزاع
في التحالف او في الشرعيه. الاشكاليه هنا تكمن انه الشاب اليمني الامكانيات محدوده، ف يعني بقدر ما يستطيع هو ان يعمل، ان يوعي الناس حوله عن السلام، عن التعليم، عن الصحه، عن الابتعاد عن المشاكل السياسيه التي فعلا هي بمثابه خراب للشاب اليمني في ظل هذه الاوضاع. وانا اقول لك بكل صراحه، يعني الشباب اليمني ربما اللي هم خارج اليمن حققوا انجازات اكثر منهم داخلت اليمن بسبب الحرب او بسبب ظروف الحرب، لكن هناك شباب في اليمن عملوا الكثير وحققوا الكثير الامانه. يعني نعم، الانجازات التي تحققت او حققها شباب اليمن استاذ طارق سواء في الداخل او في الخارج، برايك الى اي مدى ستساهم في تقديم الصوره الحسنه، الصوره الجميله عن اليمن؟ لا أخفى عليك أخي، أنا كمان أشتغل مع الأمم المتحدة كممثل للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، ومثلت اليمن في كثير من المحافل الدولية يعني الحمد لله، وعملت الكثير من أجل الشباب اليمني خصوصا، يعني عملنا توصيات للأمم المتحدة وصلنا لأصحاب القرار. الشاب اليمني فعلا إنجازاته كثيرة سواء دخلت اليمن أو هناك من الأعمال التي فعلا يفخر لها الشاب اليمني، هناك من عدد من الأعمال التجارية، عدد من الأعمال التي بدأها الشباب اليمني بعد الحرب، يعني رغم المعاناة إلا أنه عمل شيء، إلا أنه ينجز في حياته وينجز في أمور كثيرة. يعني بالنسبة للشباب الذين خارج الوطن صراحة منهم من مثل وعمل الكثير، وأنا شفت قبل يومين أعتقد أو 3 أيام على قناة بلقيس استضفتم أحد الشباب الذي عمل منصة تعليمية لكي يساعد الطلاب اليمنيين الذين هم في الداخل، يشرح لهم جميع وسائل التعليم حتى يخرجهم مما هم فيه. نعم، إذن هذه الـ ربما نسميها إنجازات فردية، أنشطة يقوم بها الشباب يحققوا فيها إنجازات معينة في مختلف المجالات. لكن طارق، الآن مع وضع اليمن، مع الحرب القائمة، الأزمة، اليمن ربما مستقبل مجهول لليمنيين على الأقل في السنوات المقبلة أو على المدى المتوسط والقريب، كيف يمكن للشباب اليمني المتواجدين الآن في الخارج أو اللي في الداخل أن يصنعوا نماذج قد تسهم بشكل أو بآخر في أن تبعث الأمل بأنه ربما يعني نحدث تغيير ما، وعلى ضوء تبنى رؤى وتبنى أهداف، على ضوءها يصل اليمنيون إلى نقطة يعني مشتركة تلم الجميع ونعود للوطن جميعا؟ والله هذا ما نطمح إليه صراحة. يعني أنا من خلال ارتباطي مع بعض المؤسسات دخلت الوطن نسعى إلى خلق شبكة شباب واعية، شبكة شباب يعملون من أجل الوطن بعيدا عن الصراعات السياسية والحزبية والمناطقية وغيرها. هذه الشبكة هي تعمل من أجل فعلا من أجل توعية الشباب، من أجل تدريب الشباب، من أجل خلق فرص للشباب سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، يعني إعطائهم بعض الدورات سواء دخلت اليمن أو خارج اليمن حتى يتمكنوا من تأهيل أنفسهم وحتى يكونوا بذاك المستوى المتقدم، لأنه صدقني إن لم يكن الشاب اليمني متعلم لن يحدث أي تغيير في مجتمعه سواء داخليا أو خارجيا. يعني الشاب اليمني اليوم يسعى إلى أن يطور نفسه، وأنا أنصح الشباب اليمني حاليا في هذه المرحلة أن ينخرط في التعليم، في التأهيل، في التدريب، لأن المرحلة مرحلة صراع والمستقبل زي ما قلت أنت مستقبل مجهول فعلا، لكن خلق تبادل معارف بين الشباب داخل اليمن، داخل اليمن وخارج اليمن، هو الذي فعلا سيؤدي إلى أن هؤلاء الشباب الذين داخل اليمن سيرفعون من إمكانياتهم التعليمية، سيرفعون من إمكانياتهم حتى يتمكنوا من قيادة البلد مستقبلا، لأن المرحلة الحالية لا تسمح لهم أنهم يمارسوا أي نشاط سياسي حزبي أي من هذا القيل والقال. نعم، طيب طارق تكرم بالبقاء معي، نشارك معنا في الحديث من اسطنبول الزميلة هديل اليماني مراسلة قناة الجزيرة والحائزة على جائزة الشجاعة الصحفية لعام 2017. مرحبا بك أستاذة هديل. حياك الله وأهلا وسهلا بكم، وتحية ومساء الخير لك وللضيوف الكرام. مرحبا بك هديل. تحدثنا مع طارق ربما عن دور الشباب اليمني كيف بيحاول أن يحقق إنجازات ولو فردية في ظل العتمة وظل الأزمة الحاصلة في اليمن. هديل، أنت ربما مثلتي الصحفية اليمنية الشجاعة التي يعني وصلت إلى خطوط المواجهات، غطيت الحرب على مدى ربما عامين ونصف في تعز، وكنت خير مراسلة وخير يعني بنت شجاعة تقدم المراسلة الصحفية اليمنية بهذه الصورة ونلت عليها جائزة. في البداية هذه الجائزة ما هي الإضافة التي ربما ستضيف لهديل اليماني؟ هي في الحقيقة ليست مجرد جائزة، هي في الحقيقة اعتراف من العالم بأن هناك صحفيات يمنيات يعملن في مناطق الحروب والنزاع، خاصة وأن هذه المهنة هي مهنة الصعاب،
يعني إذا قلنا أو حاولنا أن نقول للرجال فما بالك بالنساء، فيها نوع من كسر للعادات والتقاليد وأيضا كسر لما يسمى بالمجتمع المحافظ. حاولنا أو حاولت أنا أن أمثل ولو نموذج بسيط من الفتاة اليمنية التي تريد أن تصبح رقم صعب اليوم في الإعلام اليمني، وبنفس الوقت تحتفظ بالعادات والتقاليد وأيضا تكون محافظة، ومن الممكن أن نصل إلى العالم في النهاية. كل الأشياء السلبية التي تعترضنا نحن الصحفيات اليوم هي راجعة ليس إلى اللبس، ليس إلى المظاهر السطحية، فعلا الأشياء السيئة التي تقف اليوم أمامنا ترجع إلى مثلا عدم الاعتراف بالمرأة في مجالات معينة كالسياسية كالإنسانية كالإعلامية. فهذه الجائزة أنا أعتبرها اليوم هي اعتراف للصحفية اليمنية بالدرجة الأولى. ثانيا، هو يسمح للنساء الصحفيات بأن يخوضن تجارب صعبة ونحن نعيش في أوضاع صعبة قد تمكننا من أن نفتح مجالات وأن نفتح أيضا خطوط أخرى ليمنيات أخريات قد ربما يكون عندهن الخوف من أن يستمر يعني في الاستمرار بهذا الخط أو الطريق. نعم. في النهاية الإنسان اليمني مشكلته دائما يا بشير أو الشباب اليمني، لدينا كل مقومات التنمية، لدينا كل مقومات الذكاء، لكن من اليوم يقف أمامنا؟ الصعوبات، التحديات، البيئة المحيطة مننا لا تساعدنا نحن كشباب سواء رجال أو نساء في أن نتقدم في أكثر، في أن نطلع على العالم بشكل أجمل. لكن في النهاية نحن نحاول قدر الإمكان. الشباب اليمني اليوم المتواجد في الخارج يحاول أن يستغل كل الإمكانيات لديه حتى يكون رقم من الأرقام المتواجدة على الساحة العالمية. أيضا الذين يتواجدون في الداخل يحاولون تحدي الصعاب والظهور وأن يكونوا رقم صعب في الداخل والخارج أيضا. نعم، هديل، ربما الكثير يدعم الشباب ويتحدث عن الشباب، وربما حتى مختلف الأطراف، يعني منهم في صف الانقلاب ومنهم في صف الشرعية، لكن الكثير ربما يتساءل لماذا الشباب اليمني لم يستطع خلال هذه الفترة أن يصل إلى يعني الاتفاق على رؤية معينة، أن يبلوروا فكرة معينة يلتفوا جميعا حولها وتكون فعلا ورقة قوية يستطيعوا من خلالها أن يفرضوا أي يعني أي أهداف أو أي رؤى على المجتمع الدولي أو على المحلي أو على الحكومة الشرعية أو حتى على الإنقلابيين. دعني أوضح نقطة دائما ينبغي أن نكون واضحين تجاهها. أولا، عندما نتحدث عن الانقلاب أو نتحدث عن ما يسمى ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح، هؤلاء سرقوا طموحات الشباب ومستقبلهم، فهم لا يدعمون الشباب أساسا وذاتا وأصلا. من الغلط أن نتحدث أن هؤلاء الشباب أو هؤلاء الجماعة تدعم الشباب. بأي حق تدعمهم وهي تسرق رواتبهم، أحلامهم، مستقبلهم، حولت بلدهم إلى بلد لا غير صالح للعيش. نحن اليوم التقارير المنظمات تقول أن اليمن غير صالح للعيش، اليمن أصبح موبوء، اليمن أصبح دولة فاشلة، الانقلاب هذا قضى على كل شيء. إذا ما تحدثنا عن الأطراف الأخرى، الأطراف الأخرى سواء كانت سياسية سواء كانت حقوقية هي لا تثق بالشباب بمجرد الثقة، فلا تعطيهم تلك المساحة التي من المفترض أن يثقوا بها. الشباب اليوم هم مفرقين ما بين جماعة أو أخرى، كل جماعة تحاول وللأسف كل جماعة تحاول أن تبين أن الطرف الآخر أو الشباب الذين ينتمون إلى هذا الطرف هم غير صالحين، هم فقط يعملون على تدمير جوانب أخرى لجماعات أخرى. الشباب اليوم من اللازم أن يروا بعين الاختلاف بأن هذا الاختلاف هو اليوم من يوحدنا، هو الثروة دائما لنا. لا يعني أننا مثلا أني ملتزم أكثر أو أنت منفتح أكثر أننا لا يمكن أن نصل إلى نقطة. النقطة وكلمة السر دائما نحن اليمنيين لا نستطيع أن نصل إليها هي الدولة. متى ما كانت الدولة موجودة لنا فنستطيع خلالها أن نحقق أهدافنا بكل الاختلافات. أما إذا كانت الدولة وكلمة السر غير موجودة ولم نستطع أن نصل لها، فمن المستحيل أن يكون هناك دور للشباب، ستكون مجرد محاولات فاشلة في أشياء يعني في خطوط لا تصل إلى طريق مستقيم. تتبدد تلك القوى الشبابية الضخمة التي من الممكن مستقبلا أن تبني وتعمل على تنمية البلد اللي دمر اليوم
فمن الغلط بصراحة. أنا معترضة يا بشير على أن هناك جماعات انقلابية تدعم الشباب، هي سرقت أحلامنا أبشير، سرقت أحلامي أنا اليوم في أن أتواجد مع أهلي، سرقت أحلامك أنت اليوم ومجموعة من الشباب المغتربين في أن يعودوا إلى البلد وأن يلتقوا في أحضان عوائلهم. أي شباب أنت تتكلم عنه اليوم هو ضائع، ليس هناك هوية له يستطيع من خلالها أن يثبت قدراته وإمكانياته. اليوم الجواز اليمني لا يستطيع أن يذهب إلى أي مكان بسبب دمر هذه الدولة. نعم. بسبب الانقلاب الذي حصل لنا. لكن العجيب أخت هديل أنه عندما يحقق هؤلاء الشباب أي إنجاز نلقاهم جميعا يتسابقون لأخذ الصورة التذكارية للتهنئة أو والحضور على أنهم كانوا خلف هذا الإنجاز، ما رأيك أنت؟ قلت لك أن دائما نحاول نحن الشباب بالذي معنا أن نثبت جدارتنا، وحين نثبت جدارتنا نكون في محل أنه أيوة كويس أنت قمت كذا وتحديت الصعاب، بالرغم أنه حتى العالم الخارجي أو ما يحيط بنا لا يلتفت لنا إلا حينما نكون فعلا قد عملنا إنجاز معين. نحن نرحب بهذا الدعم الذي نلاقيه من محيطنا، ولكن الدعم لا يكفي. أين الدعم الحكومي؟ أين الدعم الحقوقي؟ أين دعم المنظمات المجتمع المدني في توفير فرص لهؤلاء الشباب؟ سأحكي لك فقط مقطع بسيط. اليوم أنا من المفترض أن أذهب لاستلام الجائزة، حتى هذه اللحظة لم أحصل على دعم حكومي يمكنني على الأقل من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي أستلم جائزتي. فالوضع صعب، جواز اليمني أصبح صعب بعد القرارات التي تكلم عنها تراب من دخول اليمن وبعض الدول الأخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أين الدعم الحكومي التي الذي من المفترض أن يصل بي إلى هناك مثلا وأن يدعم؟ هل تواصلتي أخت هديل، هل تواصلتي مثلا مع وزارة الخارجية، مع المعنيين بالحكومة، مع وزارة الشباب علهم يساهموا ويسهلوا لك هذه التأشيرة لكي تذهبي تأخذي هذا التكريم الذي هو تكريم ليس لهديل فقط ولكن للصحفية اليمنية ولليمن بشكل عام؟ سأقول لك بشير، وخلينا نكون واضحين، الحكومة اليمنية اليوم لا تقدر أن تنصف الإنسان وأن تصل براتبه إلى بيته، فمن الترف أن أتحدث إلى وزارة الخارجية حتى تجعلني أذهب لاستلام جائزة. هو من المفترض هم أن يقوموا بهذا المثل، أنا مسؤولة عنهم، لكن في النهاية أن أقوم بالمطالبة بهذا الشيء وبنفس الوقت أرى مجتمعي واليمنيين يعيشون الجوع وغير موفر لهم أدنى مقومات الحياة. أعتقد أنه من العيب أن نتحدث إلى وزارة الخارجية في أن توفر لنا فرص من المفترض أن توفرها للداخل عن الخارج، نحن نعتبره شيء من الترف. وإن كان من اللازم علي أن أتحدث، هو يعني مش لازم علي، هو لازم عليهم هم، إحنا مسؤولين في النهاية من قبل وزارتنا إحنا مش من قبل وزارات أخرى. فأنا بصراحة أضع اللوم كاملا على الحكومة في كل شيء، سواء كان في دعم الشباب أو حتى بكل شيء يتعلق بالداخل والشأن اليمني. نعم هديل، كلمة أخيرة فقط لك، ما الذي يعني تتمنيه يا هديل الآن بعد أن حققت ربما هذه الجائزة التي يتمنى الكثير أن يحققها، وأيضا المشاكل والمعوقات التي أن تقف حاجز أمامك لكي تصلي إلى أمريكا وتتكرمي بهذا التكريم وترفعي أقل شيء اسم اليمن عاليا في هذه المحافل العالمية؟ في الحقيقة دعني أكون صريحة صريحة وقاسية في هذه النقطة بالذات. أنا لا أعول على الحكومة اليوم، أنا أعول على نفسي وعلى أيضا المؤسسة التي أنتمي لها في أن تساعدني، وقد فعلت الكثير. وأيضا في النهاية نتكل على الله سبحانه وتعالى في هذه الأوضاع. ثانيا أريد فقط أن أنوه هنا أن اليوم النموذج الذي أحاول أن أصنعه اليوم هو ليس لي فقط، وإنما لفتيات أخريات بسبب أبائهن أو بسبب تواجد صحفيات يمنيات لم يقدمن الإعلام بصورة تكون متناسبة مع الإعلام اليمني بعاداته وتقاليده. اليوم أنا أمثل هذا النموذج الذي يسمح لفتيات بأن يدخلن كلية الإعلام ويدرسن ويصبحن إعلاميات يبرزن قضايا المجتمع الإنسانية وخاصة في القضايا التي تتعلق بالمرأة والطفل بشكل أساسي، لأنهم أعتقد في النهاية هم مطحونون بسبب هذه الحرب وهذه
الطبقة هي الطبقة التي يعني تعاني اليوم الأمرين سواء من الداخل أو الخارج. نعم. نريد من حكومتنا، نريد من شبابنا السياسيين اليوم، الشباب الذي كان يوم من الأيام في ثورة 2011 معنا، أن يلتفوا حول بعضهم البعض، أن يعملوا حل. يعني إحنا كصحفيين اليوم عملنا دورنا ووصلنا رسالة. الذين اليوم هم في الصحة، الذين هم في السياسة، الذين هم في أي مجالات أخرى، أن يعني يبذلوا المزيد من الجهود حتى على الأقل ننقذ ما تبقى من مجتمعنا اليمني. نعم، شكرا جزيلا لك الزميلة هديل اليماني الحائزة على جائزة الشجاعة الصحفية للعام 2017، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب لمتابعة هذا الاستطلاع المصور من الميدان حول حلقة اليوم والإنجازات الشبابية التي يحققها اليمنيون رغم الظروف الصعبة، ومن ثم نكمل النقاش. سواعد الشباب، البناء الحضاري السليم لابد أن تكون ركيزته الأساسية هم الشباب، ومشكلتنا في اليمن طبعا أن الشباب لا يعول عليهم بذلك القدر، ودائما ما نجدهم فئة مهمشة كفئة المرأة وغيرها من الفئات. النجاح الفردي يعول على الفرد فقط، يعتبر نجاح للفرد ولا يعتبر نجاح للشباب بأجمعهم، وهذه مشكلتنا في اليمن، وهذا السبب الذي يدفع الشباب اليمني إلى الهجرة للخارج طبعا، حيث يجدون الحاضنة التي تعطيهم حجمهم والمقام السليم لهم. لكن نرجو من الدولة والحكومة في هذه المرحلة تحديدا أن تعطي للشباب حجمهم، أن تشجعهم، أن تكون هي الراعي الأساسي والحاضن الذي يحتضن المواهب الشابة والذي يقدمها أيضا للمجتمع على أنها نماذج يحتذى بها، حيث أنه كلما قدمنا موهبة شجعناها دعمناها صارت عندنا حاضنة كبيرة شعبية لهذا الشاب، وكذلك أصبح قدوة لشباب آخرين سيسيرون حتما على نفس النهج. يعتبر الشباب اليمني هم أساس لبناء اليمن الجديد، فمن واجب الحكومات اليمنية أن تدعم دور الشباب في كافة المجالات، وخاصة في هذه الظروف وفي المناطق المحررة بالذات. فبذلك نتمنى من الحكومة أن تدعم دور الشباب وأن تقدم لهم كل ما يرفع من معنوياتهم ويثقفهم. نجاحات الشباب اليمني تعني أنه شباب مكافح ومناضل، وشباب مبدع يمتلك الكثير من الإبداعات والمواهب، بس يريد أن تتاح له الفرصة. نجد الشاب اليمني عندما يخرج إلى دولة أخرى يكون في مقدمة الصفوف ومن أوائل المبدعين، فالظروف هنا أعتقد ليست مهيئة يعني ليبدع الشباب، أو ليست مهيئة جيدا وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام. نجاح الشباب في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد يجب أن تتكاتف إليهم الحكومة وتنمي من قدراتهم وتحتضنهم بدل أن يهاجروا، بالذات مع هذه الظروف لن تسمع بإبداعة الشباب ومهاراتهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد إلى الدوحة عبر السكايب مع الأستاذ طارق. أستاذ طارق، ربما سمعت الحديث الذي دار بيني وبين الأخت هديل اليماني وأيضا بعض التصريحات. الجميع يتمنى أن يعطى الفرصة من أجل أن يظهر ما لديه من قدرات ومن إبداع. هل فعلا الحكومة والشرعية أو المجتمع من حول كل الشباب فعلا عائق وحجرة عثرة أمام تحقيق أي إنجاز لأي شاب يمني؟ والله ليست عائق بس بل عائق كبير جدا. يعني الحكومة اليمنية اليوم لا تولو للشباب أي اهتمام، مع احترامي للحكومة اليمنية والشرعية. ما ذكرته الأخت هدي على فكرة حصلت معي في بداية العام 2017. كان عندي مؤتمر إلى أمريكا تبع الأمم المتحدة ورفضت أن أعطى فيزا بسبب أني يمني. تخيل، بسبب أن الجواز أننا يمني، والجواز اليمني أصبح عائق أمام الكثير من الشباب. كان عندي دورة في بيروت تبع اليونسكو، التعليم من أجل التنمية المستدامة، وعندي اثنين يمنيين
تخيل لكي يسافروا إلى بيروت يحتاج لهم ما يقارب يومين إلى 3 أيام أن يصلوا بيروت. المشكلة أن الشباب اليمني يعاني الكثير، والحكومة اليمنية لا تألو أي جهد لمساعدة هذا الشباب اليمني. أنا شخصيا يعني ما هي أولويات أو ما هي أهداف وزارة الشباب الرياضة؟ وزارة الشباب الرياضة اليمنية لا تعمل شيء من أجل الشباب اليمني، سواء دعك من المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، المناطق التي تحت سيطرة الشرعية. ماذا عملتهم الحكومة اليمنية؟ ماذا عملتهم وزارة الشباب والرياضة؟ الحكومة اليمنية لا تلو جهدا في إشراك الشباب حتى في الأمور السياسية. يعني الشباب اليمني مهمش تماما من الحصول على حقوقه في شتى المجالات، سواء السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، حتى دعم الشباب. يعني اعتقد انتم اخبر مني من ناحيه حتى في التعيينات، مع احترامي في التعيينات في الخارجيه وفي بعض الوزارات تتم عن طريق انه اختيار الناس الغير مؤهلين. الاشكاليه انك تاخذ شخص شاب غير مؤهل يمثل اليمن في الخارج او في اي دوله، وهذه هنا الاشكاليه الكبرى. اليمن تحتاج الى ناس فعلا. انا حصلت لي موقف مع احد المسؤولين في كينيا، لا اريد الخوف بالحديث هذا، لكن انه النقطه اللي ابغى اوصل لها انه في ناس فعلا مؤهلين شباب يستحقوا ان يكونوا ماسكين المرحله حاليا، ورغم الظروف الحرب هذا نحتاج الى كوادر شبابيه مؤهله في الخارج، هم نعم. الذين سوف ينفعون الداخل. نعم. طيب طارق، نشرك معنا في الحديث الان وكيل وزاره الشباب والرياضه حمزه الكمالي من القاهره. مرحبا بك استاذ حمزه. مرحبا بك عزيزي. اهلا بك استاذ حمزه. اذا كنت سمعت ما طرحه الاخ طارق، وايضا تحدثت فيه الاخت هديل اليماني، الكثير يشتكي من الجانب الرسمي، من الحكومة الشرعية، من وزارة الشباب على وجه التحديد، بأنها لا تساند الشباب في تحقيق ما يطمحون إليه. يعني هذا الكلام غير دقيق. يعني الوزارة بحسب الإمكانيات المتواجدة لها حاليا تقوم بإسناد أي مبادرات أو أي أعمال شبابية سواء في الداخل والخارج. أنتم تعلمون جيدا بأننا نمر بظروف حرب صعبة، وهذه الظروف انعكست تماما على المستوى الاقتصادي للحكومة وعلى مستوى الإيراد الحكومي المباشر. وهناك أيضا تعلموا أنه الصندوق الرئيسي الذي مفترض أن يكون هو الراعي الأول لدعم الشباب، والذي مفترض أن يكون تحت إدارة مستقلة، لا تستطيع أن تعمل على دعم الاتحادات الرياضية ودعم الشباب بشكل مباشر، هو تحت سلطة وتحكم وسيطرة الميليشيات في صنعاء. كما تعلمون صندوق رعاية النشوء والشباب وما زال تحت يعني تحكمهم، يعني وليس هذا فقط، بل هو يقوم بتوريد مبالغ الى ما يسمى بالمجهود الحربي. هناك مئات الملايين نعم. التي تذهب الى ما يسمى بالمجهود الحربي، بينما الشباب الذين يذهبون للمشاركه في الفعاليات الخارجيه والذين يقومون بانشطه على المستوى الداخل ومستوى البطولات المحليه ومستوى البطولات على مستوى المحافظات لا يجدون حتى اقل شيء يمكن ان نقدمه لهم من الدعم بسبب شحات الامكانيات. نحن نحاول أن نسير الفعاليات الشبابية ونسير الإدارة الرياضية في البلاد بالمتاح لدينا، بل أننا نقدم مساعدات ولا نقوم بالتقصير مع أي رياضي يمكن الوصول إليه والتعاطي معه. طيب أستاذ حمزة، الوزارة ووزارة الخارجية هل هي عاجزة عن منح تأشيرة لأحد الشباب اليمني المبدعين، سواء للمشاركة في البرامج العالمية أو المشاركة في مؤتمرات عالمية أو حتى في استلام جوائزهم التي حققوها؟ وهديل اليماني ربما نموذج من النماذج التي قالت بأن الحكومة للأسف الشديد لم تتعاون معها حتى في تسهيل تأشيرة دخول أمريكا لاستلام جائزتها. ليس لنا علاقة بإصدار تأشيرة دخول أمريكا، نحن قد نطلب طلب، لكن هذا أمر متعلق بالأمريكان أنفسهم، هذه أمور سيادية نحن لا نتعلق بها، لا يمكن تحميل الحكومة أشياء ليست لنا علاقة. قد يكون هناك طلب على الأقل خطاب الحكومة. منكم أستاذ حمزة على الأقل خطاب تبع يعني يعني جهة رسمية كوزارة الخارجية، هل هي عاجزة فعلا عن التخاطب مع الخارجية الأمريكية لمنح شخص تأشيرة لاستلام جائزة من أمريكا نفسها؟ غير صحيح. أنا لا ليس لي علم بهذا الموضوع أولا، وثانيا لا أعتقد أن وزارة الخارجية ترفض أن تقوم بهذا العمل، ولكنها في نفس الوقت ليست مسؤولية مباشرة على وزارة الخارجية. ولا أحب أنا دائما أن يتم إلقاء اللوم على وزارة الخارجية بكل شيء في الخارج. هناك وزارات كوزارة المغتربين، هناك وزارات كوزارة متعلقة أيضا بهذه الأمور كوزارة الثقافة، كوزارة الإعلام، المفترض أن تقوم بالتعاطي مع الإعلاميين والمثقفين، ولا تحمل وزارة الخارجية وحدها هذه المسؤولية. لكن وأنتم في وزارة الشباب هل لكم علاقة؟ إحنا إذا ما طلب مننا وإذا كان عندنا لاعبين عليهم مشاركات خارجية ومطلوب منهم مشاركات خارجية نقوم بإعطاء كافة التسهيلات المتعلقة بنا. أما ما يتعلق بإصدار التأشيرات للدول في الخارج فهي أمر مناط
بهذه الدول حصرا، والتأشيرة لأمريكا هي أمر أمن داخلي، ونحن وأنتم نتابع الخلافة الحاصلة على إصدار التأشيرات وعلى الجرين كارد الحاصلة في أمريكا مع الإدارة الجديدة. لا يمكن أن يتم إلقاء اللوم على الحكومة في هذه الأمور، لكن أنا أقول أن هناك تقصير على المستوى المادي، وهذا التقصير سببه الحرب وظروف الحرب والسيطرة على الصناديق الإيرادية التي من شأنها المساعدة في دعم الشباب ودعم جهودهم ومبادراتهم الرائعة وحصولهم على التدريب والتأهيل المناسب للمشاركة بشكل أفضل في نعم. خارجيا وداخليا. نعم طيب استاذ حمزة، إذن أمام كل المشاكل التي تحدثت عنها والوضع القائم في البلاد والمشاكل مع دول العالم، إذن ما هي المساحة الآن لكم أنتم في وزارة الشباب للتحرك في دعم الشباب اليمني بأي شيء يعني تقدمونه لهم، سواء مشاركات سواء لدعمهم معنويا أو ما شابه ذلك؟ أي أحد، أي مشاركة خارجية أو داخلية من الشباب نحن نرحب بها، طالما هذه المشاركة تأتي في إطار وفي مسابقات رسمية معترف بها وليس مسابقات هامشية، ونحن نقول بأننا سنعمل على دعمها وتوفير القدر الممكن من الدعم الذي يمكن لنا هنا في إدارة فنية ولجنة فنية خاصة بوزارة الشباب والرياضة، وهي تقوم بالنظر في كل المشاركات ودعم الممكن منها ومحاولة المساعدة بقدر المستطاع فيها. وأنا أقول أن أبوابنا مفتوحة، ومقر الوزارة في عدن متواجد باستقبال كافة الطلبات من جميع الاتحادات وجميع الرياضيين الشباب وجميع المشاركين الشباب بدعمهم بالممكن والموجود لدينا، وأننا سنقوم بما مفترض أن نقوم به في هذه الظروف الصعبة، ونحن أؤكد بأننا لن نقصر بما استطعنا به ولن نتوانى ولو لحظة واحدة عن دعم الشباب. نعم أستاذ حمزة، ربما الكثير تحدث عندما كان حمزة أحد الشباب اليمني الذين لم توكل لهم مسؤولية، كان ينتقد دائما الحكومة وعدم مساندتها للشباب. الآن أنت في موقع المسؤولية، ما الذي عمله حمزة لقرنائه من الشباب أنا أو لأقرانه؟ من السهل جدا الانتقاد والهجوم، لكن عندما تكون في موضع مسؤولية تدرك حجم الصعوبات التي تواجهك، ونحن الآن لسنا في ظرف اعتيادي، نحن الآن نعمل كوزارة، أنا أعمل كشخص حاليا، أنا أعمل داخل إطار وزارة، وهذه الوزارة تقوم بواجبها في دعم البطولة الرياضية سواء في المناطق المحررة أو دعم مشاركة الفرق المصارعة والفرق التي يمكن لدينا التي يمكن دعمها، لكن أنتم تعلمون جيدا بأن الدعم الكبير الذي من المفترض أن يذهب للمنتخب الوطني هو تقوم به الاتحاد العام لكرة القدم. الاتحاد العام يتلقى دعمه بشكل مباشر من صندوق رعاية النشوة والشباب، وهذا الصندوق ما زال في إعدادات تذهب للجهات حتى الآن، ونقول أن هذه هي أحد أسباب المشاكل. نتمنى أن يتم حل مشكلة صندوق رعاية النشوة والشباب، إذا ما تم حل هذه المشكلة أعتقد أننا سنرى تغير كبير جدا على الأرض. نحن نقوم بنشاطات كوزارة وليس أشخاص، وهذه النشاطات هي متواجدة في جميع المناطق المحررة. نعم. ونتمنى أيضا أن يتوفر لدينا مزيد الإمكانيات، وأن تقوم الحكومة بموثلة بالدكتورة الدكتور أحمد أذن من دغرة الذي يقوم بجهد طيب تحت قيادة فخامة الرئيس في دعم جميع القطاعات. نعم أستاذ حمزة، الآن مع الأوضاع القائمة، هل يعني ربما نلمس بعض تحرك لكم وأنشطة لوزارة الشباب هي فقط مقتصرة على كرة القدم، بقية الألعاب الأخرى، بقية المشاركات الأخرى هل لا زال لها هامش في جدولكم بالوزارة؟ بالتأكيد هناك بطولة أولمبية عدن التي ستقام خلال الأسابيع القادمة، هذه البطولة في 14 لعبة وليست في لعبة واحدة فقط، منها ألعاب القوى، وأيضا هناك بطولة خاصة بالسباحة، وهناك بطولات أيضا خاصة بالكرة الطائرة وكرة السلة وكرة المضرب وجميع الرياضات الأخرى المتعلقة كما قلت بألعاب القوى من أغلب المحافظات المحررة. ونقول بأنه حتى من هم في المحافظات التي ما زالت تحت سترة الميليشيات هم كاتحادات وكشباب وكأندية مدعوين للمشاركة. نحن نقول بكل وضوح لأننا نعمل على كل الرياضات، كان هناك بطولتين سابقتين بهذا المجال وهناك بطولات محلية تم دعمها في رمضان، ونحن نتمنى في حقيقة الأمر أنه يفعل عمل الأنشطة المدرسية، وهذا من شأنه أن يساعد في استيعاب الشباب ووضعهم في المسار الصحيح بعيدا عن الجماعات المتطرفة وبعيدا عن الاستقطاب السياسي الحاصل. نقول بأنه هذه الأنشطة كلها وهذه الرياضات جميعا هي مدعومة من الوزارة وستظل كذلك حتى نستطيع أننا أن نعيد للرياضة على قهوة. أنتم إذا قناتكم دائما قناة بلقيس تقوم بتغطية متميزة للأحداث والأنشطة الرياضية في عدن،
في كل الرياضات وليس في رياضة واحدة، بينما الفعاليات الشبابية التي يتم تنفيذها أيضا هناك. نعم أستاذ حمزة، تكرم بالبقاء معي وأيضا ضيفنا الآخر أستاذ طارق، ونذهب الآن لمتابعة مادة معلوماتية عدها الزميل وديع عطا عن النجاحات والإنجازات التي يحققها الشباب اليمنيون، ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأعود إلى الدوحة مع الأستاذ طارق. أستاذ طارق، إذا سمعت ما تحدث بوكيل وزارة الشباب حمزة الكمالي بأنهم في يعني المتاح والممكن لديهم بيقدموه ويدعموه ويحاولوا بما يستطيعون تقديم شيء لمساندة الشباب ويعني دعمهم وتسهيل أمورهم. ما قلته أنت ربما فيه نوع من الإجحاف لما تقوم به الوزارة، ما رأيك؟ والله انا الاخ حمزه الكمالي زميل عزيز، لكن دعني انتقده في جانب مهم، وهو انه اكبر خدمه تقدمها وزاره الشباب والرياضه ان يكون الوزير على الاقل او وكيل الوزاره موجودين في ارض الوطن، موجودين في عدن للمشاركه في العديد من الفعاليات. نعم الو. نعم اسمعك. للمشاركة في العديد من الفعاليات التي تهم الشباب اليمني، والتي المفترض أن تكون موجودة في داخل عدن. مشكلة الحكومة اليمنية أنها ليست موجودة داخل اليمن، مشكلة الحكومة اليمنية أنه القليل منهم اللي موجود داخل اليمن، وأنت عارف بسبب الظروف السياسية الحاصلة وتدخل بعض الدول وأمور كثيرة يعني. وأنا بصراحة مع الأخ حمزة من ناحية الإمكانيات، ربما أنه الشاب اللي الوزارة حاليا تمر بإمكانيات صعبة بسبب استنزاف الموارد المالية، وهذه أنا أؤيده في هذا الجانب، وهذا ما يمكن من قلة دعم للشباب. لكن في أمور كثيرة يمكن للوزارة أن تشارك الشباب، على الأقل في احتفالية بسيطة في اليوم العالمي للشباب في عدن المحررة، عدن العاصمة المؤقتة حاليا. كان المفترض أن يكونوا متواجدين داخل عدن. طيب دعني أنقل هذا التساؤل منك أستاذ طارق للأستاذ حمزة وكيل الوزارة. أستاذ حمزة، فعلا تساؤل مهم، يعني على الأقل في اليوم العالمي للشباب، لماذا لم تبادر وزارة الشباب والرياضة في عمل فعالية معينة وأخذ نماذج من الشباب اليمني الذين قدموا وحققوا إنجازات وتكريمهم؟ أنا معك تماما بهذه النقطة. بما يخص اليوم العالمي للشباب، كان هناك تقصير من قبلنا، وأقولها بصراحة ولا أخجل منه، كان مفترض أن يتم الاحتفال به من قبل الوزارة، هذا معك تماما فيها. أما بما يخص تواجد الوزارة متواجدة في الداخل، هناك ليس فقط مكتب وزارة الشباب والرياضة في عدن، هناك يعني مبنى وزارة متكامل، هناك الوكيل الأول متواجد، هناك يعني طاقم الوزارة متواجد بالكامل، الوزير يقوم بمهام إدارة الوزارة بشكل مباشر من مكانه، ويقوم بمشاركة على المستوى الخارجي. وأنا معه تماما أنه الحكومة يجب أن تتواجد، والحكومة متواجدة باستثناء بعض الأشخاص فقط، الحكومة متواجدة بشكل كامل، رئيس الوزراء متواجد في عدن كما غطيتم أنتم كل الفعاليات التي قام بها، وهو يقوم بزيارة قصيرة الآن إلى المملكة لترتيب بعض الأمور. بقية الوزراء متواجدين بالكامل، والوزارة تعمل من داخل عدن، والكلام بأنه الحكومة خارج عدن كلام غير صحيح وغير سليم، يعني هذا الكلام غير دقيق إذا صح القول. لكن أنا أتفق مع النقطة الأولى، لكن أنا أقول مرة أخرى أنه على الجميع التواجد والاستمرار في عدن
تفتح أبوابها للجميع، وعدن ليست مغلقة كما يقول البعض، وأهل عدن وأبناء عدن هم يعني هي مدينة مهبط للديانات ومهبط للحضارات، والحديث بأنه أبناء عدن يرفضون أحد كلام غير صحيح. طيب أستاذ حمزة، حتى 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 لا نتشعب في الموضوع، نعم أستاذ حمزة، هو فعلا نحن على الأقل في هذه الظروف التي تمر بها اليمن والحرب لا نطالبكم يعني بالشيء الكبير، ولكن على الأقل الإنجازات التي تحقق، على الأقل الشباب الذين يحققوا أي نجاحات معينة، أقل شيء الوزارة تهتم فيهم، تقدم لهم التسهيلات بقدر الإمكان، لا أن تتجاهلوهم ويكون حضوركم فقط ربما لصورة تذكارية إن تكرم أحدهم. عزيزي بشير، أنا عبركم وعبر قناتكم أقول أن أبوابنا مفتوحة لكل الرياضيين وكل الشباب وكل المبدعين، ونحن معهم لن نتخلى عنهم، وهذا التزام شخصي والتزام عام بأننا سنبقى وسنكون مع الشباب ولن نتخلى عنهم بقدر الإمكانيات التي لدينا، ولو اضطررنا أن نشارك بأنفسنا في دعمهم. أنا أقولها أمامكم كالتزام شخصي ورسمي أمامك. نعم نعم أستاذ حمزة، نعم نسمعك. أقولها التزام كامل ولن نتخلى عن الشباب أيا كانت الظروف، لكن عليهم أن يفتحوا قنوات اتصال. نحن الآن كانت لدينا مقر وزارة في صنعاء وكان فيها 600 موظف، الآن نحن نعمل بالطاقم أقل من الطاقم السابق، وعليهم أن يعوا هذه الصعوبات التي تواجهنا. نحاول إعادة تكوين وزارة من الصفر، ونحن نعلم جيدا بأنه السلطة التي تمركزت في صنعاء همشت الأطراف وهمشت جميع المدن. نحن الآن أقل إمكانيات، حتى لو توفرت بعض الدعم المالي لكن الإمكانيات الإدارية قلت بشكل كبير جدا، لكننا كما قلت لك ملتزمون بدعم الشباب ولن نتخلى عنهم، أبوابنا مفتوحة سواء من الوزير إلى الوكلاء إلى إدارة إلى مقر الوزارة، هي مفتوحة للشباب للحضور وطرح القضايا وطرح طلب الدعم. لا يمكن لنا أن نتابع كل شيء ما لم يكن هؤلاء الشباب حاضرون. وأنا أقول لك أنه للأسف عمل الاتحادات فيه جزء كبير جدا من التقصير، نحن لا نتدخل بعمل الاتحادات، وهذا قانون دولي كما يعلم الجميع بأنه القوانين الدولية تصمم أن الاتحادات تعمل بشكل مستقل وكهيئات مستقلة، لكننا أي شيء في أيدينا لدعمهم لمساندتهم، وأيضا الأندية الخاصة والأندية العامة سواء الرياضية أو الثقافية نحن جاهزون. نعم. وهناك دعم يقدم بشكل شهري من من الحكومة للأندية في عدن، ونقول بأن هذا الدعم إن شاء الله سيتحول إلى بقية المدن، إلى تعز وإلى أبين وإلى الضالع، سيتم إجراء ترتيبات لدعم الأندية بشكل مباشر. نعم. ومخصصات أستاذ حمزة شهرية. نعم. أختم معك أستاذ حمزة، ربما هل نأخذ منك وعدا بأنه أي شاب يمني يحقق إنجاز معين أو أي شباب من الشباب اليمن يبحثون عن تقديم نموذج لمشاركة في أي مكان ما، ستكون معهم، ستقدم ما تستطيع لدعمهم بصفتك الرسمية، لا أتحدث هنا عن دعمك الشخصي لكن كجهة حكومية رسمية تعمل من أجل دعم هؤلاء الشباب، لأن الكثير يتحدث بأن الحكومة لا نراها إلا بعد أن يحققوا إنجاز، لكن قبل أن يحقق إنجاز لا تجد أي مبادرة من الحكومة للبحث عن من لديهم فعلا قدرات ويحققوا إنجازات ونجاحات. بقدر الإمكانيات التي لدينا وبقدر ما لدينا، أنا أقول لك أنه التزام رسمي كامل بأننا نقف مع الشباب ونساندهم حتى يستطيعوا أن يشرفوا اليمن ويرفعوا رأس اليمن عاليا. وأنتم كما تحدثوا بالتقرير، الشباب اليمني شباب مبدع، شباب في ظل هذه الصراع وهذه الصعوبات يستطيع أن يشارك ويظهر بشكل مشرف. هؤلاء الشباب يستحقوا مننا أن نقف معهم، وهو ليست مننا أو هو واجب علينا وهو التزامنا القانوني وأمام الله وأمام الوطن بأن نكون معهم. هؤلاء يستحقون الدعم من الجميع، وأنا أعدك وأعد الجميع أننا لن نتخلى عنهم وبأنه نافي يعني بأننا أبوابنا مفتوحة لهم في أي وقت. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، وعودة أخيرة إلى الدوحة عبر السكايب مع الأستاذ طارق. أستاذ طارق، إذن كلمتك الأخيرة، يعني ربما سمعت وما تحدث بوكيل الوزارة ويعني وعد بما يستطيع بأن يكون سندا لكل شباب اليمن، أنت الآن ما هي أمنيتك كشاب يمني أو ما الذي تتمناه لكل شباب اليمن أن يحظوا به من اهتمام من الحكومة الشرعية؟ والله أتمنى أن يحظوا في مجال الاهتمام بالتعليم، أتمنى أن يحصلوا على دورات تعليمية سواء داخل اليمن في مدينة عدن كونها محررة أو في الخارج بالتعاون مع بعض الدول، مع علاقات دولية مع الخارجية اليمنية وزارة التعليم العالي،
هنا 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 المنطقة. اليمن تحتاج إلى شباب متعلم، المرحلة مرحلة صاعدة، المرحلة مرحلة تحدي، المرحلة مرحلة شباب قادمين. إن لم يكون الشباب هذا متعلم ولديه من الإمكانيات التقنية والفنية التي تمكنه من إدارة أي مهام في أي مكان، في أي وزارة سواء خاصة أو 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 حكومية أو في أي إدارة. أنا هنا أتمنى أن الشباب اليمني أن يسعى ولا يعول على الجانب الحكومي بقدر كبير بحكم الظروف التي تمر فيها تمر بها الشرعيه وامور الحرب داخلت البلد يعني. فاتمنى ان الشاب اللي يسعى بنفسه ويطور ذاته بقدر ما يستطيع بكل الوسائل المتاحه والممكنه حتى يصبح مستقبلا عنده من الامكانيات ما تمكنه من الالمام بوظيفته العامة على الاقل. يعني الان المرحله مرحله سكيلز، بروفيشنال سكيلز. الانسان نعم. اليمني ان لم يكن عنده بروفيشنال سكيلز فكيف أن سوف يبدع في حياته مستقبلا؟ فانا انصح جميع الشباب العاملين الحالي اللي موجودين في الداخل او في الخارج ان ينتهكوا من التعليم اداه اساسيه لتطوير مهاراتهم. شكرا جزيلا لك الاخ طارق حسان ممثل حركه الشباب العربي للمناخ في اليمن، كنت معنا عبر السكايب من الدوحه. الشكر ايضا لوكيل وزاره الشباب والرياضه حمزة الكمالي، والشكر أيضا للزميلة هديل اليماني الحائزة على جائزة الشجاعة الصحفية، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحيا معدة هذه الحلقة الزميل ودي عضاء ومنتجة البرنامج زميلة إلهام عامر، كما هي لكم من كافة الطاقم الفني. تحياتي لكم حتى الملتقى بحلقة جديدة بين قوسين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.